متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، اهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في ودية سلفادور مع البرازيل في ملعب الذي طبعا أوكلت له مهمة القيادة بالنسبة للمنتخب البرازيلي، بينما هنا سقوط وركلة جزاء. نعم الصافرة أتت، خير ماروفو إلى نيمار، نشاهد نيمار وهدف أول، هدف أول إذا للمنتخب البرازيلي في هذه اللحظات. كرة أولى وتزيد من ركلة الجزاء ومن علامة الجزاء. المنتخب البرازيلي هو من يتقدم أولا في كرة. كان منتخب السلفادور وصلت الى الطرف الايمن، انطلاقه لا تاتي في اليمين، محاوله بطريقته الخاصه، هنا فرصه ممتازه، الله الله، هذه هي البدايه في مباراته الاولى كاساسي بالتسديده اليمينيه المثاليه، بالتسديده الاخير التصدي كان موجود، والحكم ماذا يشير على ما يبدو بان الكره فالكره تلعب ترسل عاليه، التصدي من حارس المرمى في وسط الميدان، تقدم من جديد، لكن في الاخير 51 بالنسبه للمنتخب السلفادوري، منتخب السلفادوري طبعا اللي يحتل في التصنيع. هدف في الطرف الايسر، مرور بصوره ممتازه، تمريره كوتينيو، يا سلام، هذه كرات وهذه اهداف وهذه تسديدات بالكرات اليمينيه القويه المركزه. هذه المره وقف الحارس سيري هرنانديز الذي لم يتحرك ابدا بل كان ساكنا في الكرات الماضيه ليسجل كوتينيو. 62 مباراه، وهذه المباراه هي المباراه 63 بالنسبه لخايمي الاس اللاعب اللي وكما ذكرت يحترف هناك، لكن الجماهير البرازيليه كانت تنتظر. وسط تمريرة باتجاه نيمار، يحاول أن يمر بمهاراته، هنا المرور ممتاز، وهنا علامة الجزاء وركلة الجزاء ربما الآن، ولكن ما القرار؟ بطاقة صفراء. منقولة كرة في اليمين السلفادورية، فرصة الآن تأتي، خطيرة هذه الكرة والفرصة ما زالت، لكن في الأخير الكرة تحولت إلى خارج الملعب. أخطر الكرات في هذه البداية للمنتخب الأسود أكثر بالنسبة لريتشارلسون، كرة تصل وهنا التسديدة كانت قوية، لكن في الأخير تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء. ريتشارلسون عندما كان في نادي يحاول ماركوتينيو، يسدد كوتينيو، وين التسديدة؟ الكرة ما زالت، يا سلام، الله الله، بالنسبة لريتشارلسون هو الثاني في المباراة التي يبدأ فيها كأساسي وهي الأولى. ريتشارلسون إذا يتمكن من تسجيل الثنائية في مرة برازيلية، وكرة ما زالت قائمة وتسديدة إيفرتون، يا إيفرتون ممتازة كانت من إيفرتون، دي كرة كبيرة وكرة مستمرة، يا سلام، الله، ممتازة، خطيرة، قريبة، ولكن حارس المرمى الحارس هرنانديز مرة أخرى البرازيلي، كرة تصل طويلة عالية داخل منطقة الجزاء، أول ويليان وتمهيد بكرة ممتازة جميلة، لكن التصدي من حارس المرمى ممتازة جميلة كانت الكرة الماضية، التسديدة في اللحظة الأخيرة، هنا ويليان، يا سلام، مرور لك عنده 77 مباراة، كرة تصل عرضية خطيرة للسلفادور، لكن التغطية ويليان، يحاول ويليان وعرضية عالية، بينما هنا ويليان وكرة تصدى لها حارس المرمى، حارس الذي تخوف أن يرى نيمار، قد تصبح خمسة، حارس المرمى يتصدى، هيري هرنانديز يتصدى، ركنية برازيلية وكرة ترسل عالية خطيرة، جول هو الخامس، لم يسجل نيمار وإنما كان في الصناعة ماركينيوس، هو من تكفل بتسجيل الهدف الخامس لتصبح خماسية برازيلية في الشباك السلفادورية. نعم ماركينيوس هو من سجل